بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هيا غدي نتمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى الدروس فقه العبادات، الدرس 60 غلا أحكام الصلاة الجمعة. إذا الدرس الأول نسوي رقيس فيما يتعلق بمعنى الجمعة وكذلك الحكم الجمعات وان اترك الجمعات الفضائل الجمعه وكل شيء كان نسوي في الدرس الاول. اذا ان شاء الله تعالى ان نواصل الكلام نخفى ما يتعلق الامور اللي تعلقني تظليت الجمعه. وخوانا نبدو سيات المساله يعني استيان الصلاه الجمعه خط غوردين نولي اسكار الكبائر دولي جان الفاسق. اذا انا تظليت ومسلم خط غوردين ومسلم يعني اللي ترتكب نيك الكبائر. اذا الا في الامام الجمعه غيلي الا غيلي اي غيكلي ديال امام الصلوات الخمس اخصاء لامام الجمعه اي غيكلي ديال امام الصلوات الخمس اي من اهل الفضل اي الصغار اي توافركي تليجس العداله اللي ينتقي الصفات وفركي اي اتقى الله سبحانه وتعالى تليجس لخشية ربي تبارك وتعالى ثم الاسكار العمل الصالح ثم يتذكر اي ينس بان الوظيفة لغيليس يصل وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم الوظيفة يد يصل وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نيت ما كده سيخصى أتيق الإمام لري الإمام الجمعة الخاطب الجمعة أي من أهل الفضل ومن أهل العدالة أي جمع الصفات وفلكي الخير اختقوان ربي لخاشيانز العمل الصالح ثم أجلس نيت ذكر جينز بأن الوظيفة تسجز الوظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يغدور بإتصداء المنصبات واللي يوريك سود الله سبحانه وتعالى من أهل المعاصي دل الفسق هاتي وري اللي في مدن باش أتفن الجمعة بل إلا في اللسن أتستجبن الجمعة لعموم دلالة قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك من ترك الجمعة من غير عذر كله إلا غشان أتيا زغدن بإمقور لأن الصلاة الجمعة تجا واجبة. إذا نغفز الحال اتصدى المنصب اللي يعني المنصب يعني حساس لأن الوظيفة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يغسي تصدان واللي يعني من أهل المعاصي من أهل الفسق هاتي مدن والريف الإنسان الجمعة بسبب كنا هاتي واني تظلن الجمعة كراي معصيه الجمعة نريف لستي في أستي أستترك الإنسان. إذن الأحسن والأفضل لإمام الجمعة واللي يجمع الخصال وفلكي الخير. ولكن يغدي ربي إلى قدر الله إلا دارنا غي الإمام إجا من أهل المعاصي إلى آخرين وليك غي كان العذر بشايف الإنسان الجمعة أهو عن مادم الإنسان أريد يعلق في قنص تظليت مثلا أريد 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 تظليت ولا أريد تود سميد بلا تود الفيس قد نسيت يتعلق كلمة سارية اللي أريد يعلق تظليت هني اللي في الإنسان أي استجب الظليت الجمعة استدي تظلى. إذا نتمنى أن الإنسان اللي كان من أهل المعاصي هن رد نزل خطور دينز وخل أولى متيانك لسنا الإمام الجمعة الإنسان اللي اتقى الله سبحانه وتعالى من أهل العدالة. ولكن غسي تصدقك لسنا كالإنسان اللي كان من أهل المعاصي رد نزل الجمعة. كانت تنية الجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم زيد سن عبد الله بن عمر أنس بن مالك أرد زل الجمعة خلف الحجاج بن يوسف. إذن وكذلك كبار التابعين من سلف هذه الأمة وفي اللسن تنقل جو إذ
عاود نقي الجمعات ظهرا بلا تدي تظلن اختغر دين نغوياتني. إذن نقيت الجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم أنس بن مالك، منهم عبد الله بن عمر، منهم الغير نسن الزن الدين الحجاج ابن يوسف، وكذلك لكبار التابعين السلف الأميات حد ظلان خطورين نولي يعني زون لسيارين زون المعاصيات ورجوت تنقل في كلاين سني يسعودين الجمعات ظهرا. ولكن ومع صحة الصلاة خلف واللي نبدأ من اللي كان يعني أهل المعاصي، هي الواجب في مسلم أي تحامى المساجد اللي غلان ويد الفسقات العصر أتني فليفتو سيال المسجد يضني اللي غيطمان القلب نس. إذا نا وخا تظلت يتسحق غور دين ويد مثلا غير الانسان كان الامام كان من اهل الفسق نكون ماشي جانتيني الانسان يتظلى غير غير الانسان يغسل ما يتظلى ما يغير يتظلى الانسان يغسل ما يغير يتظلى بلا تيقول دين الامام هاد اللي يراك اما يغيف الانسان الامام اللي كان من اهل الفضل من اهل الخير يخصيفتو الدار سي الظل يختار المسجد اللي غرا يراحه القلب. اما دار الانسان اللي كان غير من اهل الفسق خصها تتجنب الانسان. اذا اخواني الكرام ان مات داريه المساله يا ظني دار ولي في واجب الجمعه ما فتيا الجمعه واجبه استد الظل. اذا نيت ما ولي غلان في الصفات اللي مدر عن اثنين افتيا الجمعه واجبه. اولا الانسان خصه يذكر الذكورية ثم البلوغ ثم الحرية ثم عدم العذر. إذا أن الإنسان خصه الذكر إذا فلا تجب على المرأة ولا على الصبي. إذا الجمعة هي واجبة في تمغار ولا الدري ولا حتى العبد اللي هي المملوك. إذا قادما لغلا العبودية من اللي غطي العبيد غلقتين عبد لي كان مملوك. اذا ندرس لي الحريه حتى نتوفى لي جمعه واجبه. وكذلك ولي الدري اللي كان العذر اذا مشروع من عجز الحضور الجمعه زند المرض مثلا. وخنا تيديش لكلام رجس نبدر الاهل الاعداد اللي مي يجوز الشرع اتخلفن عن الجمعه وكذلك الصلاه الجماعه. إذن نا أولا واللي في الجمعة واجب إجت الإنسان يذكر، وكان دليل على أنها لا تجب إلا على واحد ممن ذكر. إذن ما يجن الدليل بمعنى إسورة جزء إسورة هي الواجبة قبل فولين نبدر الإنسان يخصه يذكر إبلاغ تيل الحرية أو ريل العذر. الدليليات هي الحديث اللي زرين اللي غنى أرجستين النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إذا نتني النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة هي واجبة على كل مسلم غير الجماعة مسلمين إلا أربعة واللي قال عبد المملوك دواء التمغار دواء الدريد الإنسان اللي مريض نفلس هي الجمعة واجبة. إذا واللي في واجب الجمعة الإقامة الإنسان هي مقيم وري مسافر. الإنسان اللي هي المسافر هنفلس هي الجمعة واجبة ولي الجمعة واجبة في الإنسان اللي يسافر. وكان الزغ مد اللي في واجب الجمعة أي الزغ الإنسان غير اللي اختل الجمعة اي صدغ الانسان غير اللي اختل الجمعه بمعنى غدو ربي الانسان يصدغ خيره ودوار وريست لي الجمعه تاكوخت الجمعه اذا هو فلاس هي الجمعه واجبه. اذا وانا الزغ خير البلاد تلايس الجمعه عني لا فلاس يفتس الجمعه الانسان غير لا ودوار غير لا غدوار تيلي يجلس الجمعة عني خصها تيفتو صدوار. أما الإنسان اللي لان خارج غالبلاد اللي ختلا الجمعة
إلا فلاس أيفتو إغديو ربي تقرب سيس الجمعة مثلا، إغديو ربي تلا الجمعة كيزيس قل من 5 كيلومتر، كيزيس قل من 5 كيلومتر هاني خصها تيفتو سيس الجمعة، وخوري اللي غدوة وخوري اللي غدوة اللي ختلا الجمعة. إذا الإنسان غير لا غدوار اللي ختلا الجمعة يخصها تيفتو سيس الجمعة، الا ما ينان غير حتى واخا ديال حتى وقال 5 كيلومتر، ما دام ادوار اللي غير تلاقي الجمعه يفرق تاكوخ الجمعه حتى 5 كيلومتر يخصها ديفتو دي الزال الجمعه. اما الانسان اللي لا نخرا ودوارو رجس لي الجمعه، ولكن ادوار يعني اللي سيسي قرب تلاقي الجمعه يقل من 5 كيلومتر يخصها ديفتو ايفتو الجمعه. اذا ضروري الانسان المسافه يختلى المسافة قل من 5 كيلومتر سوز الدار، يعني خص الإنسان يفتو دي الزر الجمعة، يخيا أكثر من 5 كيلومتر نغوضو في لاستي الجمعة واجبة. إذا أنا يتما غوضة فتيا الجمعة واجبة واللي هي نرجاز، إذا أنت بغرتو في لاستي الجمعة واجبة واللي هي بالغ اللي بلغن الصبي في لاستي الجمعة واجبة، واللي هي حر العبد في لاستي الجمعة واجبة، واللي الدروي اللي كان العذر مثلا زون المرض. ثم الانسان يخصه غير مقيم المسافر انه فلا سي الجمعه واجبه. ثم الانسان يخص المسافه اللي كيز المسجد تقل من 5 كيلومتر. اذا اخواني الكرام نسخ الشروط اللي ستصحو الجمعه يخصها تنزل الوقت الذي حدد الشرع، وكان الوقت الجمعه هنيات الزوال الشمس الى المغرب يغنو كان يدرك الإنسان المصلي ركعة واحدة الجمعة قبل تغرب الشمس هاتي الزول تغرب وقت، وكان الجمعة درس زون دوكان الظهر درس الوقت الضروري الاختياري، الوقت الاختياري الظهر هو وقت الاختياري الجمعة، الوقت الضروري الظهر هو الوقت الضروري الجمعة. إذا الوقت الجمعة مانيتيان إيجاد الزوال من اللي غير الزوال المغرب، يغنو كان يدرك المصلي ركعة واحدة غل الجمعة قبل تروح تفوقت هن الزول تغل وقت نس يغدي وربي تغرب الشمس تروح تفوقت وري الزول الإنسان الجمعة هن تويس قد فلاس الجمعة يخصص تزال ظهرا قضاء أدقدو الظهر نس، لأن الوقت الجمعة يزري. الشروط اللي ستصحو الجمعة يخصك تلي الإقامة أد زغن مدن أي لودوار زغن قيس مدن أد تلي كالقرية يلي ودوار اللي غرات زغن مدن جمعة دين كالعدد لا بأس به بحيث تستغنن في قوية نسنغ ضرورية الحياة نسن، بمعنى غالية نخصغ الحياة نسن ورتي داوين ميرني. إذا إلا ودوار كلو ارتقدو الغرضة كدرت سن أدواري قوتن قوتن جسمي الدن أنا الدافع في ويان سن ناس شن المصالح سن غير اللي كان ضروريات غير اللي جسم التوشترات يخص أدين ولي الزغنين غدوارا أدين ولي كان المقيم ولي الزغنين ولي الزغنين ديما ولي الزغنين ديما. أما يغدو ربي جان ولي كا راي الزغاريات المدة ثم رفتون هنغنو ورات تحو الجمعة نسن إلا يغدي ربي إلا المدنية اللي هي نايتو دوار ثم الظل هذه سنت ظل حتى نتني. إذا إخصائل ودوار اللي غويد استغنان في غويا نسن في الغير نسن ضروريات الحياة نسن، إلا ما إنن إخصائل ديين 50 واحد، إلا ما إنن غيك هاتي ديين 50 واحد أو 40 واحد غيك تقريبا. ثم إخصى غويد إخصى الزغن غلبلدا أجيس هن مقيمون يات الإقامة اللي كان دائمة يغدو ربي ورهين ولي الزغنين دائما راغين غاية المدة معينة أنغدو ورصحي الزر الجمعة ولا دي فلسن واجبة ولا دي فلسن واجبة. وكذلك يغدوك يربي قوتن ولكن الإقامة سايكليس ديار مؤقتة كان مودية معينة، مثلا جند مدن لقران يلفتان سكال بلاصه كي ساقران زو الطلبه اللي طلبين غير العلم
مثلا في تريدين حتى 50 ولا 60 خير البلاصه يغيان غير واحد وتنادي ورد ظلال الجمعه، لان هو السادس نفرق كله راه خصها ما يتظلل الجمعه. وكذلك مثلا زود التجار يخفتن التجار الزنزانه الصارمه كلام ماني، لان يسكن الشهر ولا شهرين ورد ظلال الجمعه. الشروط اللي ستصحو الجمعه ضروري اي للمسجد، ضروري اي للمسجد، اي للمسجد اي كيس نتظلى اوريجو انزل الجمعه غير الفضاء، انزل الجمعه غير برا. مثلا غير كان مثلا ولدنا غير للمسجد ولا وانا نشوى نتظلى الجمعه نتظلى غير برا، نسوف غد المنبر زود غير كلين سير غزاليت العيد اوريجو غير هاتي. اذا خص الشروط اللي تصحو الجمعه ضروري المسجد، ضروري الجامع، ضروري اي للمسجد. اذا ورد زلت زلت الجمعه في الفضاء، لانه ريت يثبت في النبي صلى الله عليه وسلم يسيس زول الجمعه في غير المسجد. وكان غير هذه في حق الامام ديال الطائفه ديس يخص غير الامام بعد الى الامام ديال المجموعه مدني او اخذ انا غادي يقل المسجد يعمر المسجد هاتي مدني اللي تزالين غبر اخذ هاتي ولقيتي اللي باس، ولقيتي اللي باس يخص غير المسجد هي اللي بعدها اي للمسجد. وكان يعمر المسجد الامام ديال المجموعه ديال الطائفه مدلنا داخل المسجد، ثم البعض ديال اللي نغبر اخذ انا تاخذ انا ولاد الري كان. اذا الشروط اللي ستصحو الجمعه ضروري اي للجامع اي للمسجد، غوري المسجد هانتا زلتا ورتصحي، لان الشروط الصحه الجمعه هي الجامع هي المسجد. وكنا لكن الانسان هو اما مد لي تزلاني نغبر يزور تحي الجمعه نسنوهو، يخص غير الامام ديال الطائفه ديال المجموعه مدن ادلين داخل المسجد. وكان غير ضيق المسجد الى مد نغبر اتاكد اني يجوز غير كانوا لقيت اللي ولا انا طلع غير الضروره اكد. اذا انا اكتفز القدر هذا ما يتعلق الدرس نغصاد نبدا لقيت الشروط اللي تخصها واللي فيها الجمعه واجبه، وكذلك الشروط اللي ستصحو الجمعه. اذا ارد الدرس المقبل ان شاء الله تعالى، والى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.